واتساب اهلا، اخباركم؟ شو مسوين؟ زي ما وعدتكم كل اسبوع مقطع. قبل ما يبدا المقطع حاب اشكركم على دعمكم لي وعلى اللايكات او السبسكرايب او الاشتراك، فشكرا لكم، شكرا على اي واحد دعمني، جد جد احبكم. ذا المقطع بيكون الجزء الثاني من أشياء القرني. نزلت مقطع أول راح أشيركم عليه، بتلاقونه هنا. زي ما قلت في المقطع الأول أشياء القرني أو أشياء تنفع مقطع وصارت تصير لي في الفترة ذي. زي أول شيء يقهر إذا واحد اشتهر في برنامج مثلا انستغرام، إذا اشتهر في انستغرام لازم تتابعونه في كل مكان. زي مثلا ينزل لك صورة في انستغرام يقول لك أعزائي المتابعين تجدوني على تويتر، تابعوني على الباث، على الفاين، على السناب شات، على الفيسبوك، لا الفيسبوك مغبر، على الواتساب. لا لا جد 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 اسمع دقيقة، جد ما يحتاج انهم يتابعونك في كل مكان. يمكن انت في الانستغرام صورك كويسة، يمكن في المواقع التواصل الاجتماعي الثانية مخيس، جد جوك بيض. طبعا انا مو كذا ابدا. ثاني شيء يقهرني الانتظار او اني انتظر احد. الو الو محمد وينك؟ في البيت. اوكي يلا ارجع لك. خلاص اوكي يلا يلا. الو محمد انا عند البيت، يلا اطلع. خلاص اوكي، 5 دقائق وانا اسف. 5 دقائق يلا يلا. ليش؟ 5 دقائق، 5 دقائق يا رحم الله. خمس دقائق. ثاني شيء قال لي كنت راجع من مباراة تعبان، جيت بتنام وتشحن جوالك في الغرفة يشحن على اساس انك بتقوم تلاقيه 100% مشحون فل وتلاقي حياتك جميلة وكذا، يعني تمسك جوالك تلاقيه مطفي او تلاقيه 1% ما انشحن. ليش؟ ليش؟ رابع شيء قبل تكون تسولف مع امك وداخل جو وسولف وسولف وسالفة يعني جامدة، فاهم؟ واخر شيء امك تعطيك وضعية الجدار تسحب عليك. طيب سالفتي؟ اقسم بالله سالفتي، ترى تعبان عليها والله العظيم صدري راح. سالفتي وش صار عليها يعني؟ طيب انا ايش وضعي؟ دار يعني؟ ليه طيب؟ شكلك جبت جديد شاشة كويسة و نجود! تعالي. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have no one. ترى ما يصير كذا والله، والله ما يصير والله. خمسة قالني البنت اللي كل صورها مادة بوزها بس تشوف الجوال كذا، بس طلع كذا اشتغلت الكاميرا على طول. صنعت المقطع بقولها ثاني مرة، شكرا على دعمكم لي، شكرا على اللايكات، شكرا على الاشتراك، شكرا على كل شيء. لا تنسون اللايك والاشتراك واكتب رايك في الكومنت تحت و واتساب.